بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف نتعلم مجموعة من الطرق لحمايتنا أثناء تصفح المواقع. فالمعلوم أن مجموعة من المواقع والشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية تقوم بالتجسس علينا وتتبع خطواتنا أثناء استعمالنا للإنترنت. فمثلا يكفي امتلاكك لحساب على الفيسبوك حتى يقوم هذا الأخير بالتجسس عليك، سواء أكنت فاتحا لحسابك على الفيسبوك أو لا. نفس الشيء فيما يخص جوجل. هذه المواقع وغيرها والمنظمات تقوم بالتجسس على الناس لأغراض عديدة، منها بطبيعة الحال الأغراض الأمنية أو حتى لإجراء دراسات على شريحة معينة من المجتمع أو على منطقة معينة. لذلك وجب أخذ الحيطة والحذر. ولهذا الغرض إن شاء الله سوف أقدم لكم ثلاث طرق للحماية. الطريقة الأولى خاصة بمتصفح الفايرفوكس، والطريقتين الثانية والثالثة هي خاصة بجميع المتصفحات أو أغلب المتصفحات كجوجل كروم، فايرفوكس، سفاري، أوبرا، إنترنت إكسبلورر. إذن فعلى بركة الله، أول شيء نذهب إلى الخطوة الأولى، نذهب إلى فايرفوكس، ثم نختار تولز أو أوتيل، بعد ذلك نختار أوبشنز اوبشن، ثم نضغط على privacy هنا. بعد ذلك ستجد هذه الخانة فارغة، قم بالتأشير عليها. tell websites I don't want to be tracked، اخبر الموقع اني لا اريد ان يتم تتبع خطواتي او تتبعي. ثم نضغط على اوكي. اذا هذه الخطوة الاولى بسيطة جدا. الخطوة الثانية باستعمال هذا الموقع ghostory.com. رابط هذا الموقع والمواقع التي تليه إن شاء الله وكما العادة تجدونها أسفل الحلقة. فقط نضغط هنا على Download Now، ثم تلاحظون هنا هذه المتصفحات التي تعمل عليها هذه الإضافة. تختار المتصفح الذي تشتغل عليه، في حالة الآن أشتغل على فايرفوكس، ثم أضغط على Download Ghostory for Firefox Now، ثم بعد ذلك نضغط على Allow. يتم تحميل الإضافة، ثم ننتظر بضع ثواني. نضغط على Install Now، ثم يطلب مني إعادة تشغيل الفايرفوكس Restart Now. تلاحظون هنا أيقونة جديدة، دور هذه الأيقونة نتأكد Now. هذه أيقونة البرنامج أو الإضافة كما تلاحظون Ghostory، تمت إضافتها هنا بالضغط عليها كما تلاحظون Welcome to the new finding panel. في حالة ما أردت السماح بتتبعك فقط تضغط على Pause Blocking. وهنا في Whitelist Sites يمكنك إضافة المواقع التي تريد السماح لها بتتبعك. إذن الطريقة الثانية إن شاء الله هي باستعمال موقع آخر. هذا هو الموقع abini.com أو abin.com. رابط هذه الصفحة أيضا تجدون أسفل الحلقة بإذن الله. فقط نضغط هنا على Free Download لنقوم بتحميلها بنفس الطريقة التي قمنا بها مع الإضافة الأولى. بعد ذلك ستجد هذه الأيقونة هنا كما تلاحظون، ظهور هذه الأيقونة الصغيرة. بعد الضغط عليها كما تلاحظون هنا يعطيك مجموعة من المعلومات. هنا تلاحظون ظهور الصفر، يعني لا يتم تتبعي الآن من أي موقع. الطريقة الثالثة هي باستعمال برنامج معروف جدا وغني عن التعريف، برنامج Hotspot Shell. هذا البرنامج مقدم من شركة أنكر فري، يعني يتميز بمجموعة من الخصائص. فبالإضافة إلى منعه للشركات أو المواقع من تتبع خطواتك أثناء تصفحك للإنترنت، فهو أيضا يمكنك من الولوج إلى المواقع المحجوبة أو المحظورة. قد تكون بعض المواقع محجوبة في بعض البلدان لعدة أسباب. لتحميله فقط تضغط على Free Download هنا وتقوم بتحميله وتثبيته بطريقة عادية جدا. بعد تحميله ستجده هنا كما تلاحظون متصل بالخصوصية، ستجد هذه الأيقونة خضراء مفعلة الآن. لإيقافه فقط تضغط على زر الفأرة الأيمن ثم تضغط على قطع الاتصال أو إيقاف. وهذه أيقونة البرنامج.
إذن هذا كل شيء، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة إن قدر الله البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.